مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام، وتحية من هذا البرنامج قانون لعبة، البرنامج الرياضي اليومي على قناة الكويت الرياضية. حلقتنا اليوم راح تكون لنا بطلة من العيار الثقيل، مو بطلة عادية، هي بطلة عالمية. فلما تسولف عن البطل العالمي دائما تقول شكرا لتواجده ويانا في هذه في هذا البرنامج لشرح هذه الرياضة وهذه اللعبة. تبارك الرحمن، والله إذا تمدحها وايد فالمدح راح يطول ويطول ويطول، تدرون شلون؟ خلونا نطلع سريعا بالبطاقة تعرف أن نتعرف على البطلة العالمية أولا. خلوني ارحب بالبطله العالميه والمدربه هند رزق المتواجده اليوم ويانا في برنامج قانون لعبه ورياضه البوكسنج. حياك الله. الله يحييك، وان شاء الله اكون ضيفه خفيفه عليكم واقدر اوصل لكم المعلومه انتم والمشاهدين. ما شاء الله تبارك الرحمن، من خلال الفيديوهات يمكن اللي انا تابعتها قبل ما نطلع هذا البرنامج، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله على عدد الميداليات الملونه والمستحقة في نفس الوقت. نبي نتعرف على هند رزق ورياضة البوكسينج. متى هند رزق دخلت هذه الرياضة وتعرفت على البوكسينج حتى وصلت إلى العالم؟ أنا كنت صغيرة سنة 2000 كنت ألعب كاراتيه. نعم. وأخذوني من الكاراتيه للملاكمة، لعبت باتحاد الشرطة بمصر. حلو. شفت إن الملاكمة لعبة فنيات غير كل الألعاب، مع أن إيه هي تتكون من 3 ضربات بس، اللي هي المستقيمة والهوك والأبر، بس فيها كمية فنيات مو بأي لعبة ثانية. جميل، فحبيتيها وانطلقتي فيها. وأنت حاليا طبعا مدربة متواجدة ويانا في الكويت. أبي أتعرف على أساسيات اللعبة بداية من الملابس الخاصة أو الزي الخاص في الملاكمة. بالنسبة للبنات شورت وتي شورت من تحت. تمام. وبادي حف. حلو. في قفاز للملاكمة على حسب حاليا المنظمة تفرق، وفي واكي أسنان. نعم. قفاز على حسب قانون البطولة. حلو. الجوتي الشوز. الملاكمة لازم يكون هالشوز، مو أي شوز تقدر تطلع به الحلبة. جميل، هذا اللبس الرئيسي. قلتي لي القفازات تكون مختلفة على حسب المنظمة، يعني المنظمة لازم سمك معين للكلوبز عشان يعني في كلوبزات معينة ما يصير انه يطق فيها. هذه بس خاصة في السيدات؟ بالسيدات وحتى بالرجال. حتى بالرجال. بالرجال. زين، بتعرف على عدد الأشواط؟ هل هي نفس ما نشوفها مثلا في الملاكمة للمحترفين 12 شوط، او في عدد دقائق معينه، عدد ضربات نقول حتى الاستسلام او السقوط بالضربه القاضيه، هل هذه نفس القوانين هي مطبقه في رياضه البوكسنج في كل مراحلها؟ لا، في الهواة 3 جولات ب3 دقائق بين كل شوط وشوط، راحه دقيقه. جميل. بتخلص المباراه على حسب نقاط اللاعبين. حلو. او على حسب اني بيكون في لاعب يعني قاعد يلعب ولاعب ثاني ما عنده توافق فبيوقفوا المباراة، بيطلع عدم توافق، عدم تكافؤ اللعبة. جميل. هذا بالنسبة للأشواط. بالنسبة للاحتراف 12 جولة وعلى حسبها المنظمة اللي هم بيلعبوا فيها. تمام. وصولا خلينا نقول إذا ما صار في ضربة قاضية أو عدم تكافؤ، شلون على قولتهم أحدد الفائز؟ يحدد الفائز على حسب، لو هو بيضرب يسار مثلا وهذا وصل يسار، الضربة المؤثرة إيه هي اللي الحكم بيحسبها، ومو حكم واحد بس اللي يحسب، لازم يكونوا حكمين أو 3 يضغطوا بنفس اللحظة البوينت. نعم. بيجمعوا بآخر الفايتات الجولة الأولى والثانية والثالثة، بيجمعوا النقاط الأعلى وبيعلنوا عن طريقها الفائز. جميل. أبي أعرف تقسيمة الحكام داخل الحلبة شلون تكون وخارجها؟ بيكون في حكم اساسي هو اللي يقود المباراه بنص بين اللاعبين. حلو. وبيكون في ما بين بالاركان حكمين بعيد عن بعض على اساس يقدروا يحطوا النقاط، وفي الطاوله الرئيسيه. أيوه. حق رئيس اللجنه او رئيس
الحكام، يتابع كل شيء ويحط النقاط، وهو اللي عنده القرار. القرار القرار يكون عند الحكم اللي بالنص وعند رئيس الحكام. جميل، وقف وياك ومع السادة المشاهدين نطلع بهذا التقرير ورأي. رياضة الملوك الملاكمة هي من أقدم الرياضات في العالم، تم اكتشافها قبل 3000 سنة قبل الميلاد، ولا زالت مستمرة هذه الرياضة حتى عام 1865، ليضع جاك بروتون لها قوانين مما جعلها أكثر شعبية في أنحاء العالم. وفي عام 1880 تم تأسيس أول اتحاد للملاكمة. رجعنا بعد التقرير، وهند رزق البطلة العالمية في البوكسينج. أبي أعرف شغلة وايد مهمة، وأنا صغير كل ألعب الجيمز ملاكمة، بس لما أشوف أطق على الوي يحسب لي نقاط أكثر من لما أطق على البطن. هل هذا شيء أيضا نفس على قولتهم الواقع، ضرب البطن غير عن ضرب الرأس؟ بالضبط، لأن الضربات المستقيمة بتكون موجهة على الوجه اللي هو على الوجه اللاعب، فهي بتكون ضربات مؤثرة. الضربات بالبطن عبارة عن الأبر والهوك، يكون ضربة مؤثرة بس مو 100% إذا كانت بالجناب. إذا ضربها ضربة صحيحة تقدر تطيح أضيح. شنو الأبر وشنو الهوك؟ الهوك تكون بالوجه، تقدر ليها بالهوات، لازم تكون ضربة صحيحة. إذا كذي ممنوعة، لازم تكون كده بالهوات عادي. تمام. الأبر اللي هي بتكون ضرب بالضلوع، بالخواصر أو بالضلوع أو بالكلى، وهذه تطيح أضياء إذا هو ضربها ضربة صحيحة. اليوم أنت تشرحين حاشي عوام، ما أبي أحس فيه وايد. أبى أروح حق الضربات المسموحة والغير مسموحة في الملاكمة. شنو الضربات المسموحة؟ اللي هي تكون الضربة مستقيمة على الوجه، نعم، اللي هي اليسار واليمين. تكون الهوك ليفت والهوك رايت. تكون الأبر ليفت والأبر رايت. الأبر يكون بالحنج أو يكون بالضلع، أوكي، أو يكون بالضلع الثاني، سواء بالليفت أو بالأبر أو بالستومك اللي هي برأس المعدة. الضربات المستقيمة تقدر بعد تضربها مستقيمة تحت التنحين وتطلع بيها لفوق، كل ده مسموح. الضربات الغير مسموحة إذا تضرب ببطن الإيد أو بخلف الإيد، كل ده مرة اثنين ياخد تحذير تحذير، يقدر بالثالثة ياخد شطب من المباراة وتنسحب منه الميدالية. بعد سحب ميدالية إذا بيلعب على العينية، وهي ضربة متعمدة. الضربات الغير مسموحة اللي فيها طرد أو إصابة حق اللاعب لما يكون هو متعمد بالضربة، اللي هي ضرب كأنه بيضرب هوك ويقلبها إلبو. هذا بيبقى فيه خطورة على اللاعب اللي قدامه، وهو بيكون متعمد فيها شطب من البطولة. هند، يمكن آخر سؤالين بسألهم. أصعب مباراة لعبت فيها في حياتك في البوكسينج ضد منو، في أي بطولة، فزتي ولا خسرتي؟ بطولة العالم بالهند 2006. حلو. هذه كانت ثاني مرة أشارك بطولة عالم، أول مرة بروسيا الحمد لله فزت، ولعبتها مع روسيا. هذه كانت بروسيا 2005، كانت أول مشاركة لي بطولة عالم. جميل. 2006 هذه أصعب مباراة. لعبت مع واحدة عصموية، وإحنا ما كان عندنا اللي هي العصموية، شوية كانت تبرقل، كانت وايد كثيرة، بس يعني كنت أنا أديها اليسار، إيها تديني يسار تطيحني. هذه كانت أصعب. هذه أصعب مباراة. أصعب مباراة. يعني النتيجة كانت متعادلة، بس ضرباتها هي مؤثرة أكثر. حلو. أغلى بطولة حققتها، وهذا السؤال الأخير، شنو هو؟ أغلى بطولة في البوكسينج. في الملاكمة حققت فيها أحلى ميدالية، أغلى بطولة. أغلى بطولة حققتها بالملاكمة آخر بطولة 2014 بمصر، وقررت بعديها مش هنزل ألعب تاني بمصر. ليش؟ لأني كنت بتمرن بروحي هنا، ما كان عندي مدرب ولا أي أحد. حلو. فكنت أنا بجهز نفسي وأمرن نفسي وأنزل مع فريقي، وإني أجهز نفسي وهم صغيرة. جميل. مو حلوة. صح. فالحمد لله طلعت انا اخذت اول، وفريقي اللي كان بالنادي كله خسر. تبارك الله ما شاء الله. وانت كانت بالنسبه لي انجاز حق مدربي، افتخر بي حيل، وقال يعني اني
اني هذه كانت اغلى ميداليه بالنسبه لي. ما شاء الله. البطله العالميه هند رجب، شكرا على تواجد ويانا في رياضه البوكسينج. سعدت صراحه بتواجدك وبحديثك عن هذه الرياضه بالتحديد وعن انجازاتك وذكريات الجميل. شكرا لك. العفو. انا يعني ان شاء الله اكون وصلت المعلومه حق المشاهدين وتكونوا استفدتوا منها ان شاء الله. شكرا. كنا مع قوانين الملاكمة ومع إنجازات البطلة العالمية بشكل سريع، ولو تبارك الرحمن لو بنسولف عن إنجازاتها فالحديث سيطول لحلقات كثيرة. الوعد يجدد في حلقة قادمة ورياضة أخرى مع قوانين أخرى، بالانتظار طمع لها.